لا بديل عن الدولار. رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أعلن خطة عاجلة لتوفير احتياجات مصر من العملة الصعبة لغاية يونيو 2023، وفي نفس الوقت حذر المصريين من توقعات سعر الدولار. فيا ترى ايه خطة الحكومة لتوفير الدولار وناوية تصرفهم على ايه؟ يلا بينا نشوف الحكاية دي. انا ملك ريان تابعوني. تحذير شديد اللهجة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للمصريين، قال فيه ان الكلام عن الدولار ما ينفعش يكون مرسل لانه ليه تأثير كبير على السوق. وفي نفس الوقت أكد أن الحكومة شغالة على خطة لكل أجهزة الدولة لتوفير النقد الأجنبي اللي محتاجاه البلد من دلوقتي لغاية 30 يونيو اللي جاي. طيب إيه تفاصيل الخطة؟ حسب المصادر والخبراء في أكتر من اقتراح، زي إلزام المؤسسات السياحية والفندقية بإيداع إيرادتها بالعملة الأجنبية في البنوك المحلية مقابل حصولها على خدمات وحوافز تمويلية، وكمان في اتجاه للتعاون مع المصريين في الخارج واللي عددهم ما بين 10 إلى 14 مليون مواطن، وده باعتبارهم مصدر مهم للدولار. وده هيحصل من خلال مبادرات تم الإعلان عنها بالفعل، زي الإعفاء الجمركي على استيراد سيارات المصريين العاملين في الخارج، بالإضافة لطرح أراضي وشقق سكنية مميزة مقابل دفع ثمنها بالدولار. وفي اقتراح جديد بإصدار أوعية ادخارية بالدولار للعاملين في الخارج، وكمان تخفيف القيود على مصدر النقد الأجنبي عند الإيداع. وبمعنى أبسط، لو معاك دولارات وحبيت تحطهم في البنك، طبيعي البنك بيسألك من أين لك هذا. والفترة اللي فاتت كان في تشديد جامد في النقطة دي، لكن الشروط متوقع تبقى أسهل الفترة اللي جاية. وأخيرا بقى في اقتراح بتحويل الودائع الخليجية لاستثمارات مباشرة بدل ما تبقى الديون على البلد. وبالتزامن مع ده، مصر في انتظار وصول أول شريحة من قرض صندوق النقد بقيمة 750 مليون دولار، بالإضافة إلى مليار دولار من شركاء التنمية من ضمن حزمة الخمسة مليارات دولار المقررة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي. والسؤال دلوقتي، ايه اولويات الحكومة في صرف الدولار؟ مدبولي قال ان الشغل شاغل للدولة توفير السلع في كل مكان حتى لو حصل زيادة في اسعارها، المهم ان الزيادة دي تكون عادلة. واتكلم كمان عن جهود البنك المركزي لحل ازمة الاعتمادات المستندية، زي رفع قيمة الشحنات المستثناة من الاعتمادات المستندية من 5000 دولار الى 500000 دولار. وصحيح ده عمل انفراج في السوق، بس برضو لسه في قايمة من السلع الحكومة شغالة عليها بشكل تدريجي، وهيتم الانتهاء من كل مشكلات الاعتمادات المستندية خلال شهرين. وحسب كلام رئيس الوزراء، الدولة المتقدمة واخدة سياسات بأن أي زيادة تنزل على المواطن، لكن احنا عارفين ظروفنا والمعاناة وبنحاول نتحمل عن المواطن أي زيادات، والأهم أن نتحمل أي زيادة عن المواطن محدود الدخل. انتوا بقى لو معاكم مبلغ بالدولار ممكن تحطوها في البنوك مقابل الحصول على الفايدة، وايه رأيكم في المبادرات المخصصة للمصريين بالخارج؟